في خطوات ثابتة لإدارة دفة العراق عبر رئاسة الجمهورية، يخطو مرشح الرئاسة السيد ريبر أحمد في جولة ببغداد من أجل حماية سيادة الدولة العراقية وحفظ هيبتها. يحل السيد ريبر أحمد ضيفاً في مجلس النواب العراقي ليناقش مع أخواته وإخوانه من ممثلي الشعب ملفاً ساخناً يخص انتهاك سيادة دولة العراق، للوقوف على تفاصيل الحادثة وضمان عدم تكرارها في المستقبل.